اسمع بس، قلنا ايه انا وخالد في جريده ونرجع لكم تاني. قولنا شوية كده يعني حاجات عن جريده، وقولنا شوية حاجات عن احصائيات اللي عندك، اتفضل. طبعا فاتكلمت يا كابتن خالد في البدايه ان ما ينفعش نحكم على جريده من خلال 4 ماتشات مع الاهلي، وان كان طبعا يعني دايما المؤشرات بتبان من الاول. يعني جريده لعب 4 مباريات لحد ما ماتشات سهله، يعني لعب الرجاء في كاس مصر كسب 1-0 بالعافيه، هدف يمكن كان من تسلل لعماد متعب. لعب مع سموحه في كاس مصر خسر 2-1 مع الرقفه، كان ممكن سموحه يكسب اكتر من كده. سيوي سبور من اضعف فرق المجموعه فاز 1-0 برضه بصعوبه. النهارده انا كان ريد ديفلز برضه مش فريق تقيل خسر منه 1-0، يعني ما لعبش حد تقيل خالص، ما لعبش مثلا نجم الساحلي، ما لعبش في الدوري زمالك اسماعيلي مصري فرق تقيله. فانك تخسر 2 من 4 مع فرق متوسطه المستوى اعتقد ده طبعا يعني مؤشر سلبي لجريدو. لو اتكلمنا على جريدو بقى على السي في بتاعه، يعني احنا ما نحكمش عليه من 4 ماتشات، لكن السي في بتاعه يمكن ضعيف جدا. هو بدا يمكن بدايه جيده كانت مع فيا ريال في بدايه توليه المسؤوليه، خد بيهم المركز الرابع في الدوري الاسباني، كان ده سنه 2010 2011، ووصل قبل نهايه الدوري الاوروبي. بعد كده حصل انهيار تام سواء في اداء جريدو او في اداء فيا ريال معاه. في السيزون الثاني هبط بيهم للدرجه الثانيه، يعني انت متخيل يعني مدرب فريق كان الرابع في الدوري الممتاز الاسباني يهبط درجه ثانيه في السيزون اللي بعديه على طول، كان طبعا يعني ماساه بالنسبه له. بعد كده ضرب كلوب بروج البلجيكي، دايما بيحتل المركز الاول او الثاني، خد معاهم مركز رابع، ما وصلوش دوري ابطال اوروبا، تم اقالته برضه للعام الثاني على التوالي من كلوب بروج. ثم في السيزون اللي احنا فيه ده يعني ضرب ريال بيتيس 9 ماتشات في الدوري الاسباني يمكن في بدايه الموسم، خسر 7 ماتشات وتعادل 2، يعني خد نقطتين من 27 نقطه مع ريال بيتيس. طبعا وصل المركز ال20 في عهده المركز الاخير، طبعا تم اقالته برضه من شهر يناير، وهبط ريال بيتيس برضه في نهايه الموسم. يعني السي في بتاعه هبط فريقين، نزل بفريقين كبار في الدوري الاسباني فيا ريال وريال بيتيس، نزل بيهم درجه ثانيه في خلال 3 سنين فقط، اعتقد ده يمكن اخفاق كبير جدا. يمكن من جريده برضه من شهر يناير لغايه شهر 7 من الاهلي تعاقد معاه، يمكن 6 شهور كان قاعد في البيت، ما فيش اي فريق طلب ان هو يدربه. بس اعتقد ان هو عمل برضه نتيجه كويسه انه صعد بفيا ريال لدوري ابطال اوروبا، ودي كانت افضل نتيجه عملها اعتقد. وخلال مجموعه نابولي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونشن اعتقد. وخسر 7 ماتشات متتاليه، يعني خسر 6 ماتشات كلهم، وخسر كمان ماتش في الماتشين بتوع الدور الرابع اللي هو التمهيدي، خسر ماتش من الذهاب والعوده، فبالتالي 7 خسائر. طيب ادي خالد طلعت، يعني لو هو زملكاوي ولا انا زملكاوي مثلا هنقول جاريدو كويس جدا. وعلى فكره انا كنت اول واحد قلت ان جاريدو لعيبه مش بتحبه، كنت اول واحد في مصر وتهاجمت من كل الناس. انا بس عايز اقول لك على حاجه بس مهندس محي. طب هنكمل جمله واحده بس فضل. احنا زي ما جينا النهارده قعدنا عرضنا الفيديو بتاع جاريدو اللي اتكلمت معاك فيه من سنه، ان شاء الله كمان سنه هنيجي نقعد هنا هيكون بيسيلو نجح، وهنعرض لقطات من الحلقه دي ان شاء الله. تمام ماشي.